مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة وفيها حاجات كتيرة جدا. احنا عملنا ما يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية. مدرسة بيتك للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة متخصصة لتجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط. مدرسة بيتك عايزين نعرف كيف يكون الالتحاق بيها و لكن خليني في البداية أسأل حضرتك عن إنه الصورة الذهنية عن التعليم الفني وعن خريج التعليم الفني في مصر كانت ازاي واصبحت ازاي، وهل احنا محتاجين نطور الصورة دي او نوضح حقيقتها ازاي؟ صح، تاريخي وعظيم وتخرج منه اساتذة في مجال الصحافة في مصر، مؤسسة دار الهلال مؤسسة عريقة، وبنشرف بدعوتكم لينا في التواجد في هذا المكان المهيب. يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، التعليم الفني هو شيء في منتهى الأهمية لدعم وتنمية وبناء أي اقتصاد في الدنيا. للأسف التعليم الفني في مصر ما كانش واخد حقه لسنوات طويلة، وأقدر أدعي أنه حتى هذه اللحظة مش واخد حقه. الصورة الذهنية عن التعليم الفني برضو للأسف زي ما يمكن كنا نتكلم من شوية عن أهمية الصورة الذهنية ومدى صحتها أو عدم صحتها في بعض الأمور، دايما بيتشاف أن التعليم الفني ده تعليم درجة تانية، وأن اللي بيدخل تعليم فني سواء تجاري أو صناعي أو خلافه ده اللي فشل في التعليم العام، فبدل ما يقعد في البيت أو يخرج لا نحطه ونلحقه بالتعليم الفني. فللأسف هي دي الصورة الذهنية، واللي بيتعلم تعليم فني ما هوش سعيد أو فخور قوي بالشهادة اللي هو بياخدها أو بالتعليم اللي هو بيتعلمه. فدي صورة ذهنية للأسف خاطئة للي مش فاهم معنى وحقيقة التعليم الفني ومدى أهميته.